انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وتكلمنا عن الخوف، وتكلمنا عن الجوع، وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام، والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة، وسيلة استبقاء الحياة المباشرة، وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة، لأنك حين تجوع تجوع إلى طعام موجود هو المباشر. وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب آخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الأموال. وبعد ذلك ترتقي الأنفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الأرض لتأتي بالأموال، والثمرات هي الغايات من كل شيء. فقول الحق: لنبلونكم بكذا وكذا وكذا، أي نختبركم. فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار؟ كيف يواجه اختبار الخوف؟ يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف. وحين يأتي الجوع نقول: يجب أن تفهم أن الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة. فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهي، والذي يرغم الناس على تلون ألوان الأطعمة إنما هو عدم الجوع، فهو يريد أن يشهي لنفسه ليأكل، ولو أنه كان جعان لكفاه أي طعام. ولذلك قالوا: طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. ساعة يكون الإنسان متعب ينام على دبش وألئيل وأرض خشنة ويجيله نوم مدى متعب، وإن لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباج، ولا لو كان تعبان كان نام. كذلك لو كان جعان لكفاه أي لون من ألوان الإيه؟ الطعام. يبقى إذن ابتلاء الجوع إيه؟ أصبروا على الضروري منه الذي يقيم لي الحياة، فأنا آكله وقودا لحركة حياتي، ما لا آكله التزازا، لا آكله. وحين يأتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه؟ أي طعام يكفي. ولماذا؟ طيب قلنا الخوف لأن العدو قائم ويخيفني، والجوع ليه؟ ونقص من الأموال ومن الأنفس. قال: لأنكم ستشغلون عن حياتكم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون إلى ذلك، تنقص أموالكم لأن حركتكم في الحياة أخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله. وكذلك الأنفس سيموتون ويقتلون. والثمرات اللي هي الغاية من كل عمل، من كل عمل. إذن فستتعرضون بالاختبار إلى نقص هذه الأشياء، فلا سند لكم من الله إلا أن تواجهوها بالصبر. والصبر حين تواجهونه وقت أن يقع الشيء لا بد أن يوجد لك إعداد قبل أن يقع. ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على أذى الإيه؟ على أذى الجوع، لأنك أنت قد تضطرك معركة إلى أن تعيش فيها كذا ساعة. فإن لم تكن مدربا على أن تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب.
إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا. الخوف يوجهه إلى أن يستعد، والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه؟ الضرورة. ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثة، بس مشهيات، صلاة قوطة وصلاة الطحينة، بس مشهيات بس. إذن فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف يقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد، وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم: وإذا غلى شيء علي تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا غلى، لأن مش هدفع فيه فلوس. مش هشتريه، وما دام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص؟ وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ إذا غلى. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى، لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف، وصبرتم على الجوع، وصبرتم على نقص الأموال، وصبرتم على نقص الإيه؟ الأنفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا إنها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. ولتتعجبوا من صنعة الحق تجد إن طرف الإنسان كله جاي من ثمرات الأشياء، والثمرة لا تحلو إلا إذا أدت مهمتها قبل أن تأخذها. ليه؟ لأن كل ثمرة من الثمار عادة هي حاضنة جنين استبقاء النوع، هي حاضنة جنين التمرة مثلا ثمرة، النواة هي ده الجنين بتاع استبقاء نوع النخلة. إن قطفتها قبل أن يتكون الجنين يبقاش لها طعم. يوم الحق سبحانه وتعالى حتى يحوجك إلى أن تستبقي هذا النوع لا يعطيها الحلاوة والجمال إلا إذا إيه؟ إذا كملت الله. العنب ما شاء الله ما تكلوش إلا بعد ما يتكون البذر تمام. اللهم صل على محمد. نعم. البرتقال إذا وسيلة استبقاء النوع اللي في البذور دي ما تأخذش عنده إلا لو نضجت الثمرات قبل، يمكن ما تفتكرش استبقاء النوع أنت دي وتروح وكلها وخلاص وتنتهي المسألة وبترمي البذر وكل حاجة. ألا يحصل هذا؟ بدليل أننا لما بنتعجل شيء بنجيبه قبل قلنا سابقا نأتي به قبل نضجه. قبل إيه؟ قبل نضج. نقول له يا شيخ الحق سبحانه وتعالى يريد أن تتركه إلى أن تبدو ثمرته، والثمرة من كل شيء هي الغاية منه، ولا تعتقد أن الغاية الأولى من الثمرة أنك أنت تأكلها، الغاية الأولى من كل ثمرة أن يوجد البذر لاستبقاء النوع، وبعد ذلك أنت تأخذها من الماء. أنت تأكل اللبن، ليه بتاكل اللبن؟ انت بتنبسط منه قوي، ده هو معمول علشان استبقاء العجل اللي اتولد. يعني انت خدت نطح من من العجل اللي اتولد. نعم، من العجل اللي اتولد. الله، لو مش العجل اللي اتولد دي انما يجي واحد بقى مثلا يحرم العجل ويحرم مش عارف ايه، نقول له انت تعديت ايه؟ ده هو جاي في الاصل عشان ايه؟ عشان يربي ده، ربيه الاول وبعدين خد من فريحه حاجه، خد من ايه؟ من فريحه حاجة. إن كان مثلا ذكر، والذكران لا نريد أن تتكرر الذكران، لأن ذكرا واحدا يكفي لتلقيح إيه؟ مئات الأناسي مثلا. يبقى لما يجي ذكر تبقى ما فيش مانع تاخده تذبحه وتاخده مش عارف إيه وبعدين تبقى إيه. إنما لو ما تكون أنثى خليها تاخد تشبع من أمها علشان دي يعجل بنضجها وإلى آخره. تبقى إذا كل ثمرة في الوجود هي الغاية. الحق سبحانه وتعالى يطرق لنا أن نتلذذ بهذه الثمار بعد ما تؤدي بقاء الإيه؟ بقاء النوع. إياك أن تقول أنا في أشجار كتير ما بشوفش لها إيه؟ ما شوفش لها نوع ولا أي حاجة،
يقول لك يبقى الثمره بتاعتها في اشجار ثمرتها ان تكون خشبا، في اشجار ثمرتها ان تكون مظله، في اشجار ثمرتها ان تكون مزهره كده وتدي جمال في الكون، والثمره بتاعتها ما تعرفش تاكلها. الله. اذا ففيه الوان متعدده من مش بس من ضروريات الحياه، ومن كماليات وجماليات الحياه. فيه كماليات وايه جماليات. ولذلك ربنا بيلفتنا يقول ما تاخدش المساله على انها بطن بس، لا، خد على انها في ملكاتنا كتير عايزه تتغذى. ولذلك يقول ايه، انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعه. ينعه يعني ايه؟ نضجه، اتمتع بالمنظر ده. يبقى قبل ما انفجع عليه لازم ايه اتمتع بيه، قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم كما قلنا سابقا في الخيل، قال ايه، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. يبقى النظره الجماليه في الكون ما هيش بس، وايضا فان كونها تحمل الاثقال ده فرع الملكيه له، انما انا لما اشوفها كده وانبسط، وان لم اكن مالكا لها، وان لم اكن مالكا لها، لما اشوف بستان جميل كده وبتاع وان لم يكن مالي بيه، يكفي انني لما امر عليه كده انبسط واشم ريحته الحلو واتمتع بمنظره وهو الى اخره. فدي دائره النفعيات فيها اوسع، ولا مش دائره النفعيات؟ دائره النفعيات فيها ايه اوسع. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي بكل الابتلاءات دي، والمهم ان ينجح المؤمن في كل في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قوي، ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. ما دام الحياة معبر بس، يبقى لازم أشوف الغاية الإيه؟ الغاية الأول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم، من أصابه، من أصاب الهدف، يعني حاجة شكته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين، الاستقبال الأول أنها مؤلمة له، كونها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تبقى المصيبة جاية لمين؟ لنا، لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه؟ كتب الله لنا. إذن المصيبة، احنا قلنا المصيبة أمر يصيب الإنسان، إما أن يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لأنه هو اللي جابه، وإن كان من غيره نقوم نقول له عدلا أم ظلما. إن كانت عدل تبقى جبرت الذنب، مش كده؟ وإن كانت ظلم يبقى هيقتص ليه. الله. يبقى ها المصيبة من عملي يبقى ما حقيتش أزعل لأنني اللي عملته، ازعل على روحك. من غيري عدلا أم ظلما، عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصنا، طب ظلما هيجيل انا بقى، يبقى ربنا في عوني انا. يبقى اذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يجي يقول طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه، قيموا انفسهم تقييما حقا، هل انا لي على الله حق؟ ده انا مملوك لله، انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي، ولا في ملكني؟ في ملكي هو، كل شيء في ايه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يعني يتأبى على اي مصيبة وقول لا ما تصيبنيش، ما دام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟ لله. طيب
ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا إليه أن يعزنا. ليه؟ قال لك لأن ولله المثل الأعلى. أرأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ لا أبدا. يبقى مدام ملكي يبقى أنا ما أفسدوش، ده ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه احنا ضربنا مثلا للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ضرفة الدولاب هو بيعمل فيها ايه؟ ده بيحسنها، ده صنعته، مش كده؟ كذلك بيقول ان تقول انا لله، انا ملك لله، والمالك لا يعرض ملكه للعطب، انما يعرضه للايه؟ للاصلاح. وانا لله، وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون يبقى ان كان في دي ظلم ليا انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. الله هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكيه، وانت لله نهايه في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء. يبقى هتزعل من ايه؟ ما تزعل. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا للايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وزادنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا قلتها عند أي مصيبة تصيب يبقى لابد أن تجد فيما بعد جاء خير منها. إن نسيتها افتكرها وقولها، إن قلتها بعد أن تتذكرها فلك جزاؤها ولو كأنك قلتها ساعتها. يعني إن كنت نسيتها. ولذلك دي حكاية أم سلمة حين مات أبو سلمة. أبو سلمة ده كان من السمع ومن البصر، ولما مات جزعت عليه أم سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ماذا؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت وهناك خير من أبي سلمة؟ نعم خير من قالوا لها قولي ما قاله رسول. فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا ويتقوله. فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، شوف الغاية، غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبتلين، دي غاية. انما ما هيش الغايه النهائيه دي. طب وهنعمل كده لماذا؟ عشان ناخذ رحمات الله وبركاته في الاخره. اذا الغايه النهائيه في كل ايمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه، يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيده نفسه. شوف، ولو انتصار العقيدة، كأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه؟ هي وسيلة. غاية هي وسيلة لايه؟ الوصول الى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن ايه؟ أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حتى إنه قال ولو انتصار العقيدة، ما تجعلوش هو ده الغاية، أن انتصار العقيدة برضو ده أمر في الإيه؟ في الدنيا. إنما طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه؟ برضو هتبقى وسيلة. وسيلة لإيه؟ للوصول إلى إيه؟
إلى إذن غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به. الله. هي دي غاية الغايات في أن تكون عليك صلوات من ربك إيه ورحمة. الصلوات دي احنا نفهم ان الصلاة في اللغة هي اولا الدعاء. نعم. للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لأننا كلنا عايشين برحمات الله. الكافر عايش برحمة الله في الأرض، واخد أسبابه برحمة الله، واخد نعم الوجود برحمة الله. المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي، واخد البركة والاطمئنان، لأن الاطمئنان ده نعمة كمان. كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، ده لون من الإيه؟ من لون من الاطمئنان. فالصلاة منا على رسول الله معناه إيه؟ بنعمل إيه؟ بنصلي اللهم صل على ليه يعني بنقول إيه؟ أنا طلب الرحمة. أنا بطلب. طب وإذا تطلب ممن؟ طب وإذا كان الذي تطلب منه يصلي، يبقى بيطلب ولا بيدي؟ يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك. ليه؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة إلى أمته، كل منزلة. ولذلك وعاد على العالم كله، من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير أمته وبعد ذلك لأمته. إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين؟ خير لأمته. وإذا دعوت له فكأنني أدعو لمين؟ لأن إذا كنت لما أصلي عليه وحده يصلي ربنا علي أنا عشرة، يبقى إذن خير لي ولا لا؟ خير. أولئك عليهم صلوات من إيه؟ من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إحنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية. طريق الموصل للإيه؟ الغاية هنا إيه؟ صلوات من ربهم وإيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله، وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله. الله. أدي الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الصفا جبل صغير إن شاء الله الذين ذهبوا يعرفونه، والذين لم يذهبوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يروا عين اليقين، والذين لم يذهبوا بيعلموا علم يقين. هناك جبل كان اسمه الصفا، وفيه جبل تاني اسمه المروة. هذان الجبلان كانت هاجر أم إسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها. حينما وضع إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عند بيته المحرم، قالت القول المشهورة حينما جاء ليذهب، قالت إلى من تكلنا إلى عندك؟ إلى أين؟ الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال إذن لا. قالت إذن لا يضيعنا. سبحان الله. دي تدل الإنسان على اليقين بالخالق.
الرازق وعدم الفتنة في السبب المباشر. لأن امرأة وولدها الرضيع لهم من أسباب الحياة ماذا؟ هو الرجل، والرجل يتركهم. شو بقى؟ المسألة لا تتعدى الأسباب إلا بوحي من المسبب. فقالت له إلى أين تذهب وتكلنا إلى أنا؟ ربنا اللي أمرك بكده؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن فاستغنت بالخالق عن المخلوق. سلام سلام. أدي أول حاجة قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية التي وجدت عليها هاجر حينما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. مش حاجة. وإذا سمعت غير ذي زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، لأن إذا وجدت الماء لازم يوجد. فإذا كان لا ماء وهو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، طب الهواء؟ قالت موجود الهواء، إنما الماء. فلما عطش ولدها أرادت أن تستشرف لترى نبع ماء أو ترى طيرا ينزل في مكان، فتعلم أن الطير قد ذهب ليشرب أو ناس مثلا قافلة مشية. فخرجت إلى أعلى مكان، تركت الوادي وذهبت إلى الإيه؟ المكان العالي. فاستشرفت فلم تجد شيئا، فنظرت في الجهة الثانية إلى المروة وصعدت أيضا فاستشرفت فلم تجد شيئا، فظلت تتردد بين الصفا وبين المروة 7 أشواط. قل بالله امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود مية عندها قبل ما ابنها يعطش ما عطشتش الأخرى، بلغ منها الجهد فانتهت وذهبت إلى حيث إيه؟ يوجد الوليد. لو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء، لكن هي قالت إذن لا يضيعنا، إذن هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب. ارتبطت بمين؟ فلو أنه أعطاها بالسبب ما جاء عندها حجة على صدقها في قوله إذن لن يضيعنا. يقوم كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد. يبقى صدقت قضيتها ولا لا؟ إذن لا يضيعنا. بالله لو أن الماء جاء بنظرة من على الصفا أو بنظرة من على المروة أكانت تصدق هذه المسألة؟ لا. أراد الله أن يقول لها نعم إذن لا أضيعك، وليس بسعيك أنت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه مية. لأن في ساعات يجي سبب صحيح، إنما سبب مش فاعل في العادة، سبب غير فاعل في العادة. افرض ان ابنها ضرب برجله كده، طب وابنها لما يضرب برجله كده تفجر منها المية. برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي الى الغرض. هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخلة. العلماء يقول لك يا سلام، حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفة يقول لها برضو زول السبب. زول ايه؟ سبب. طب نقول له طيب هتزول السبب، طب هات لي اقوى رجل خليه يمسك النخلة كده ويهزها عشان ينزل البلد، تبقى المعجزة بكى ولا لا؟ يبقى بهزها وهي في المخاض للنخلة برضو المعجزة بكى، لان اي واحد يقدر يجيب كده يهز. طب هات لي فتوة يمسك النخلة من الاخر كده ويهزها وتيجي، يبقى باقي ولا مش باقي؟ يبقى السببية والمسبب معا، السببية والمسبب معا. فحين تجد المية عند والدها تقوم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه؟ لم يضيعها. وظلت تلك شعيرة من شعائر الحج الى بيت الله، استدامة لإيمان المرء بالمسبب
وعدم اهماله للسبب. يبقى عايزه ايه؟ امرين اثنين، تفعل السبب وتؤمن بمين؟ بالمسبب. تفعل السبب وتؤمن بالمسبب. ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح. توكل عمل ايه؟ قلبي. انما التوكل التواكل عمل جوارح. ما تعملش، لا، التوكل عمل القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب عملت، لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلمها الله، لم يسلمها. اذا فبقيت شعيرة من شعائر الايه؟ من شعائر الحج الى ايه؟ الى بيت الله. لذلك تجد الايمان متمثلا في هذه القضية. رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في واد غير ذي زرع، خلاص، وام تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروة فلا تجدي الحركة، وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه؟ عند رجل وليدها. اراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الاسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب. حينما غفل الناس عن الامر ودخلت عبادة الاصنام في الجزيرة، واوجدهم على جبل الصفا اساف، صنم اسمه اساف، وصنم على المروة اسمه ايه؟ نائلة. فبقى العرب يتردد بين ايه؟ مش بين الصفا والمروة، بين اساف وايه؟ نقلوه من خالصية التوحيد الى ايه؟ شائبية الوثنية. فلما جاء الاسلام قلنا ان الله اراد ان لا يوجه البيت الا بعد ما يمحص حقيقة البيت ويخليه لمين؟ فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا ان يطوفوا بين ان يسعوا بين الصفا والمروة. ليه؟ لان اسافي وايه؟ ونائلة. فكأنهم ارادوا ان يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية وبتقاليد الجاهلية، واستكبر ايمانهم ان يترددوا سعيا بين مين؟ بين اسافي وبين ايه؟ فانزل الله قوله لا تتحرجوا، الامر من هذا ما فعله المشركون الوثنيون، ولكن انتم ستسعون بين الصفا وبين المروة، لا بين اساف وايه؟ ونائلة. اذا فالعمل هنا كان بالنية، العمل هنا كان بالنية. هم توجههم، ولذلك احنا قلنا ان النية بتقلب الاعمال من قمة ايمانية الى حدث كفر. مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر؟ ادي واحدة وادي واحدة. يبقى العمل بايه؟ بالامر، بنيتنا في ايه؟ في اطاعة امر الايه؟ الامر الله. قال هم عملوا كده اساف ونائلة، اساف ونائلة افرحوها من ايه؟ من بالكم، واذهبوا الى انكم بين الصفا وبين ايه؟ وبين المروة. ان الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده هي من شعائر الله، ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في اساف والوثنية في نائلة. وخلع هذه الوثنية في اساف على المروة ونائلة على الصفا دي شهادة ان البيت والصف والمروة دي كانت مقدسات، وإلا ايه اللي خليهم يجيبوا ما يقدسون من احجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروة ويأتون باصنامهم ليضعوها على الكعبة؟ ده دليل على ان قداسة هذه الاشياء اسبق من اصنامهم. ده حموا اصنامهم ووثنيتهم بمين؟ بوحدانية الله وايمان بالبيت. وإلا جايبينها هنا ليه؟ يعني وإلا ادم فبيقول لهم ان الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده اساف ونائلة هي اللي من شعائرهم، انما الصفا والايه والمروة. وبعد ذلك ينبه على ان المكين لا ينجس، المكان لا ينجس بالمكين، المكان لا ينجس بمين؟ بالمكين. بدليل ان كنتوا لما جيتهم الايمانية غلبت رحتوا ايه؟ نطرين كده وطهروا البيت وبقت حاجة كويسة وانتهت الايه؟
وانتهت المسألة. فلما كان المؤمنون يتحرجون أن يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية، يفعلونه على أنه من عمل مين؟ جاهلية. فقالوا لا ما نعملش الحكاية دي. فالحق سبحانه وتعالى قال لهم لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، دي عملية قديمة من أيام هاجر، وعايزين نريد أن نستبقيها عشان تلفت الناس إلى الإيمان الإيه؟ الإيمان الأول الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الإيه؟ الله، على المسبب. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر يعني كلمة صفا، ساعة تسمع كلمة صفا اعرف إنها الحجر الإيه؟ الأملس، الحجر الأملس. وطبعا بيبقى أملس ليه؟ أنت حين تذهب إلى مكان يكسر لمس الناس له، اللمس ده لا تدرك أثره من واحد، إنما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو أثر. بدليل إنك أنت مثلا أكرت الباب، كل واحد بيعملسها كده، أنت لها دائما إيه؟ تلمع. تلمع معنى تلمع يعني إيه؟ لا ملساء يعني إيه؟ يعني إن الإيد بتاخد منها حاجة، الإيد، لان معنى صقل انك انت بتزيل الطبقه الصدئه، طبقه الصدئه، كل حاجه الايد تمسكها تلتفت تلاقيها ايه؟ بتلمع كده. الله. اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع، لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس، لازم يبقى قد تكون من طبيعه الحجر ان هو غير املس، ولكن العمليه اللي عليه كله عايز تخليه ايه؟ ان الصفا والايه. وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي، والمروة منسوب الى المرأة اللي هي حواء، يعني كلام يقال له لا ما يهمناش، علم لا ينفع وجهل ايه، المهم ان المسألة انه كان مترددا لهاجر لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا، هو القدر اللي احنا ايه نريد. ان الصفا والمروة من شعائر، من شعائر الله. الشعيرة دي هي مع المعالم، معالم العبادة، وتطلق دائما على المعالم المكانية، يقال هذا مثلا مطاف، يقال هذا مسعى، يقال هذا مثلا رمي الحجر، يقال ذا المشعر الحرام، يلاحظ فيه الايه؟ المكانية. المشعر، مشعر يعني ايه؟ مكان، يعني مكان فيه له عبادة مخصوصة، له عبادة مخصوصة. وده مكانين ولا لا؟ الصفا والمروة. ان الصفا والمروة من ايه؟ من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر، انظروا الى قول الحق، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح، ساعة تقول لا جناح عليك ان تفعل، يبقى معنى ان فعلت فلا اسم عليك، انما مش نص في ان تفعل، ليس نصا في ايه؟ في ان تفعل. ده اللي خدهم قالوا انه مش ركن، وخدوها من مين؟ لا، ده فيه فرق بين آية جاءت لسبب، وهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا هنا، قال لهم لا ما عليكوش اسم، ما عليكوش اسم، لأن أساف ونائلة ليست في إيه؟ في مدخلكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هي مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يصح، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها، خايفين يجي لهم اسم من العملية دي. لا، كيف يكون لكم اسم؟ يا سافي ولا إلى انتهت من أذهانكم، واستهلت من مشاعركم، وانتهت من إيه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيه؟ بهما. أن يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو اللي هو الإنسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ بينهم. عايزين بقى نشوف كلمة طافة ودار وجالة. طافة ودار وجالة. طب طافة ساعة ما نفهمها كده انها دار كده، طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمى طواف؟ نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة، كل من فيه إلى، كل من يعني حط من هنا برضو هتيجي تبقى إلى، من هنا إلى هنا، وبعدين بقت من وإلى إلى هنا، يبقى اللي تيجي من وإلى على حاجة واحدة
يعرف انها لازم تبقى حاجة ايه دايرة بتدور كده. هتدور تبدأ من هنا الى اين تبقى هي هتبقى من في وقت والى في وقت تاني. ساعة ما تبقى من هي الى اعرف ان ده طواف. ساعة ما يجي بين الصفا والمروة صحيح هو ما بيدورش كده انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروة تبقى من والى هيلتقوا ولا ما يلتقوش. العسس اللي بيطوف في البلد نقول له ايه يمكن بيلف البلد كده طب ويمكن له ترك مستقل ما بيلفش البلد ولا حاجة نقول له برضه ما وحينش في الشارع من اول هنا وبعدين تبقى ديكها غاية وبعدين يعمل الغاية بداية والبداية غاية والغاية بداية والبداية غاية يبقى الطواف بينهما. يبقى معنى الطواف هنا ايه بقى ان من هتبقى ايه الى والى هتبقى من سواء كان دائر او بينهما ايه خط مستقيم. الدائر ده يبقى الطواف فيه واضح الدائر الطواف فيه ايه والخط المستقيم نقول له ما دام من والى وهتبقى هنا هي تبقى ايه يتطوف بايه بهما فلا جناح عليه ان ايه ان يتطوف ايه بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. طيب لا جناح عليه ان يتطوف بهما لمين للحج واعتمر فمن تطوع خيرا كأن الحج والعمرة لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة يبقى انتهى ما ايه الفرض ما عليك الفرض وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني؟ لا من تطوع خيرا فإن الله إيه فإن الله شاكر عليم. كلمة بقى شاكر طب شاكر على إيه ده الشكر ده يقتضي أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور. شوفوا بقى عظمة الحق بقى لأنه لما أديت ما افترض عليك يبقى أديت الفرض وبعدين لما عملت تطوع حب في النسك في ذاته أما قال لك ده دي بقى حاجة زايدة منك أنا أشكرك عليه. الله 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 يا سيدي الله أنا أشكرك عليه. يبقى إذن الشكر من الحق سبحانه وتعالى يفيد كده أن في نعمة. نعمة من مين؟ ده هي أصلها كلها من مين؟ ده تشريع التطوع نعمة تستحق. نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول أنا فرضت على عبدي كذا فإن زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. وإذا ما أحب وعشق التكليف مني بدون أن أطلبه منه يبقى دي حاجة أستحق أقول له متشكر كتر خيرك. شكر الله يبقى ماذا إذا كان هو قال يبقى يديله حاجات ايه إن الله شاكر فإن الله شاكر ايه شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يقفل الله الباب بل جعله مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كتم فلا يظن أن كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه إن تاب. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف تابوا ده أمر ذاتي وأصلحوا بمقدار ما إيه ما أفسدوا وبينوا للناس بمقدار ما كتموا وبينوا للناس بمقدار ما كتموا. يبقى إذن عندهم هم إيه كتموا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كتموا ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين أيديهم أولئك يلعنهم الله. ليه؟ لأنهم كتموا ما أنزل. طب ويلعنهم اللاعنون ليه؟ لأن كتمان ما أنزل سيورث العالم شرا فكلما نال العالم شر من كتمانهم
يبقى يلعنه. واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد. فإذا تابوا، تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر، وأصلحوا ما أفسدوا، وبينوا للناس ما كتموا. يبقى إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه. الذي كتمته بينه، قل والله أنا المسألة دي حصل مني كيت وكيت وكيت وكيت. ليه؟ لأن المسألة لم تصر بينك وبين ربك فحسب، وإنما ضرت العباد. وما دام ضرت العباد يبقى لابد أن يشترك العباد في اللعنة لهم، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا أناسا كثيرين كان من الممكن أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الأموال وشر نقص الثمرات. أسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء قريب إن شاء الله.